السلام عليكم. اليوم نروح لولايه تاع جيجل لنقف على الاشغال نتاع التهيئه نتاع الساحل نتاع مدينه العوانه، واللي العلم انه يعني الاشغال هذه تاع التهيئه فيها زوج اجزاء. الجزء الاول يتعلق بالتهيئه حول الميناء نتاع العوانه الجديد، فيه تهيئه، والجزء الثاني هو بالجهه الشرقيه لمدينه العوانه باتجاه الغابه، فيه غابة وفيه منحدر كان مهمل إلى وقت قريب، الآن فيه عملية تهيئة وإنجاز حديقة عمومية كبيرة، تعتبر كبيرة على طول الساحل نتاع مدينة العوانة، واللي الحديقة هذه سوف تكون رائعة بالنظر إلى الموقع نتاعها، يعني مرتفعة على تطل على ميناء العوانة وعلى الساحل والبحر. إذا كان فيه أشغال تكون بنوعية جيدة وتكون فيه يعني تصميم جميل، سوف يعطينا يعني حديقة جميلة جدا فيها عدة مسطحات بالتدريج، إذا سوف تكون حديقة جميلة إن شاء الله. نقولكم تابعوا الفيديو حول الأشغال هذه نتاع إذن تهيئة نتاع هذه الحديقة ببلدية العوانة، والسلام عليكم.